بالنسبة لمحاضرة اليوم راح تكون آخر محاضرة بالدارت، وبعدها راح نبلش بالفلتر. اليوم هي أهم محاضرة بهاي اللغة، فلازم تركزون معاي لأن شغلنا بالفلتر راح يعتمد كثير على هاي المحاضرة. المحاضرة هذه تعتمد على الكلاسات، راح نشرح بيها مبدأ الكلاس، الانهيرتنس الوراثة اللي بداخلها، وش نتعامل مع الكونستراكتورز. بالبداية نحن راح نعمل كلاس. حتى نعمل كلاس نكتب كلاس، بعدين راح نعطينه اسم. هذا الاسم على سبيل المثال انا راح اسمينه كار. زين، انا من عملته هسه هذا الكلاس، ايش الفائده منه؟ تخيلوا انه انت معتكم ورقه بيضاء، هاي الورقه انت جيتم كتبتم عليها الاسم، العمر، وصفه من صفه معينه. على سبيل المثال الاسم والعمر مع الايميل، بس ايش كتبتم هذولي، وتنطون هاي الورقه لكل شخص ترجعونه. هذا الشخص اللي راح ياخذ هاي الورقه راح يملي هاي المعلومات ويرجع الكمية. فمن تجون ترشعون الورقة من الأشخاص راح ترشعون كل ورقة مكتوب عليها المعلومات الخاصة بهذا الشخص. نفس الفكرة راح نعملها على الكلاس. راح نعمل الكلاس نخلي بداخله متغيرات، هاي المتغيرات احنا راح نعوفها فراغ ما راح نمليها. بعدين نروح على دالة المين نسحب من هذا الكلاس نسخة ونبدي نملي بهاي المتغيرات. ايش راح نعمله؟ على سبيل المثال انا عندي كلاس سميته نوكار، فبما انه انا سميته نوكار فراح اجي اكتب مواصفات السيارة. على سبيل المثال اسم السيارة، فمن اجي اكتب اعمل string name، فبهاي الحالة انا عرفت متغير سميته name. هذا الاسم ايش راح يكون؟ انا راح املينه باسم السيارة. زين، الخطأ اللي حيطلع لي هوني ايش؟ الخطأ اللي حيطلع لي هوني لان المتغير هو فارو، فبهاي الحالة من اعمل كلاس ما يصير اخلي المتغير فارو، لازم انطينه قيمة. واذا ما اريد انطينه قيمة فلازم اقول له انه هذا المتغير راح انطينه قيمتك بعدين. فاذا اريد انطينه قيمة بعدين فاجي قبل سترينج اكتب ليت. كلمة ليت يعني انه هذا المتغير راح تنعطي قيمته بعدين. هاي طريقة. الطريقة الثانية اذا ما اردت اكتب انا ليت، اجي يم السترينج واخلي علامة استفهام. بهاي الحالة عاد اقول له انه هذا المتغير ممكن يكون قيمته فارغة، يعني ممكن انه ما انطينه قيمة عادي، بس هاي الحالة قليل نستخدمها، فالافضل انه نستخدم كلمة ليت. ونحن حتى الليت ما راح نستخدمها هسه، نجي على بعدين كلمة ثانية هخليها مكانها. فهاي اول شيء اسم السيارة. زين، السيارة ايش تحتاج بعد؟ اللي هي الموديل، فراح اكتب ليت انتجر موديل السيارة. بعد السيارة ايش تحتاج؟ مثلا اللون مالتها، فيكون سترينج كلر. فنحن هسه عرفنا ثلاث متغيرات. فتخيل وسعتكم الورقة بيضاء وبداخلها هذولي الثلاث امور. فانا هسه لازم املي. خلي اجي هسه على دالة المين نعملها وعملناها. من راح نجي نشغل الكود هسه المين فارغة، فكل شي ما راح يشتغل معي لان الكود راح يشتغل من المين. فحتى انا اسحب اول نسخة لي من هذا الكلاس اجي على داخل المين وايش اكتب؟ من اجي اعرف انا المتغير بشكل طبيعي راح اعرفه مثلا انتجر اكس ويساوي لنا القيمة. انا من راح اسحب المتغير مالتي من الكلاس ايش راح اعمله؟ راح اعمله بنفس الطريقة بالضبط. فبالتالي انا راح اكتب اسم الكلاس اللي هو الكار بالضبط نفس ما كتبتونه، لان اول حرف يكون كبير، ودائما اسم الكلاس اول حرف مالته لازم يكون كابيتال. فراح اجي اكتب كار باعتبار انه كار صار نوع من انواع المتغيرات. بعدين ايش من عرفت المتغير هون ايش الشيء اللي عملتونه؟ خليته اسم المتغير. فبالتالي هون هم راح اكتب انا اسم المتغير فراح اسمينه كار واحد. بعدين راح عندي اليساوي، القيمة اليساوي مالته راح اخذ اسم الكلاس مارتيلو، بس ايش راح اخلي معاه هسه؟ راح اخلي معاه هذه الاقواس. فبالتالي العملية اللي صارت عندي انه انا جبت متغير هذا النوع مالته هو كار اللي هو نفس اسم الكلاس، اسمه كار واحد. ايش القيمة مالته؟ القيمة مالته راح يجيبها من نفس الكلاس. فبالتالي انا هسه سحبت نسخة، اول نسخة وطيقة ستأمل لي بها القيم. زين، اذا اريد هاي الكار واحد انطيها هذول القيم ايش راح اعملها؟ اجي سطر جديد واكتب كار واحد دوت، راح تلاحظون طلعت لي مباشرة مجموعة من القيم. اطيق اكتب name
color والموديل اللي هي المتغيرات اللي انا عرفتهم فوق. فراح اكتب مثلا name، راح اسميها للسيارة ايش؟ راح يكون مثلا نيسان. فبالتالي انا عندي هسه كار واحد الاسم مالته هو نيسان، لان انا عرفتوه string، النيم عرفتوه انه string، فخلينه بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن. اذا اريد مثلا انطي الموديل مالته فنفس العملية، كار واحد دوت موديل انطيها قيمة مثلا 2010، ولين عرفتوها انتجر فانطيها القيمة بهاي الطريقة. كذلك نفس الحالة كار واحد دوت كولر، وراح انطيها انا القيمة، على سبيل المثال راح انطيها اللون الاحمر. فهسه انا عملت كار واحد واعطيته هذول القيم، زين اذا اريد اطبعه من هذول القيم ايش راح اعمل؟ راح اجي اعمل برنت مارتلخ واخلي كار واحد دوت. هسه لازم اختار وحدي من هذول القيم لازم اطبعها، فاذا اريد اطبع النيم فاكتب كار واحد دوت نيم. فبالتالي هسه راح يروح لي على كار 1 يجيب لي النيم مالته ويطبع لي هو. فاذا اجي اشغل لساته طبع لي نيسان اللي هو الاسم اللي انا اعطيته له هو بهاي المكان. اذا اريد اطبع الموديل مالته فراح اكرر نفس العمليه، بس راح اكتب كار 1 دوت موديل، واذا اكتب كار 1 دوت كولر راح يطبع لي القيم مالته. فراح تلاحظون لسته نيسان 2010 ريد. هسه انا عملت اول نسخه، اذا اريد اعمل مثلا نسخه اللغه فباي الحاله راح اعرف متغير ثاني من بنفس الطريقه بالضبط. اهم راح اجي اكتب كار وحسميها كار 2 النسخه الثانيه تساوي لنا كار، نفس العمليه بالضبط بس اغير اسم المتغير. ونفس العملية إذا أريد أنطيها القيم، فأجي أكتب كار 2 دوت نيم مالته على سبيل المثال، أنطوني أي اسم كان؟ بي ام هوندا بي ام. كار 2 دوت الموديل مالته 2020، وأيضا كار 2 دوت الكلر مالته راح يكون على سبيل المثال اللي هو البلاك. فنحن نطيق نعمل نسخ كلش كلش كثيرة بهاي الطريقة. فكل ما أعمل متغير جديد وأنطيني القيم مالته اللي هي الكار وكار، فراح أطيق أسحب منه النسخة وأبدي أملينه بالقيم، وإذا أريد أطبعه فأكتب كار 2 دوت نيم وهكذا. فهسه هذا الاوبجكت وهذا الاوبجكت يختلفون تماما. هذول هي ما نعتبرهم حاليا متغيرات، نعتبرهم اوبجكت. الاوبجكت هو عبارة عن متغير مسحوب من الكلاس يسمى اوبجكت وليس متغير. فمن تسمعوا كلمة اوبجكت فعرفوا انه هذا المتغير عبارة عن متغير مسحوب من الكلاس، ينشال من عنده اوبجكت، ينشال من عنده كلمة متغير تخلى مكانه اوبجكت، هي بس مجرد أسامي ولا المعنى كله واحد. فإلى حد هوني فهمت مشي الكلاس؟ استعد الكلاس حسب ما فهمت من شرحك، يعني انه شغلات يمليها غيرنا ونحن نقدر نفلترها، يعني نستفاد منها بالفلترة، او نستفاد منها انه شلون نعرف كل شيء بتصنيفه. بالضبط، احنا نقعد نصنف الامور بهاي داخل هذا الكلاس، راح نستعامل مع اكثر من كلاس وكثير من الامور نقدر نعملها. فهذا الكلاس هو بشكل عام هالشكل اللي ينكتب. زين هسه انا عندي شيء ثاني، على سبيل المثال انا عندي هون ثلاث متغيرات. في حال انا عملت مثلا 20 متغير وهذول ال 20 متغير اللي بداخل الكلاس انا لازم كلتهم ابدي انطيهم القيم، فشوية صعب انه اظل اكتب كار واحد دوت متغير كار واحد دوت متغير الاخ وهكذا، فطويلة راح تكون العملية يعني. فاكو حل ثاني بحيث انه انا انطي القيم هذه كلها مباشرة مع كتابة هذا السطر. فالحل هو بشيء يسمونه الكونستراكتر. الكونستراكتر هو عبارة عن دالة او ميثود انا اكتبه بداخل الكلاس، الاسم من هذه الدالة هو نفس اسم الكلاس،
بس شلون شو راح اكتبه. انا هسه واقف بداخل الكلاس، راح اخذ اسم الكلاس واخلينه هوني، راح افتح هذول الاقواس، وراح افتح هذول الاقواس اللي هي عبارة عن دالة، وكتابة كتابة الدالة نكتب هذول الاقواس اللي هي اقواس البارامترات اللي مثل ما اخذناها، وعندنا هاي الاقواس اللي هو اقواس البودي مال هاي الدالة. زين اشني فائدته؟ الكونستراكتور بينو فائدة انه انا من اعرف الكلاس مال، من اعرف الاوبجكت لافو مباشرة هذا الكونستراكتور راح يشتغل من حاله. فبالتالي ايش راح اعمل؟ راح اخلي اي هوني متغيرات اللي هي البارامترات، مثل ما كنا احنا نستدعي الدالة ونبعثها مباشرة قيم، فهذه عبارة عن دالة انا راح ابعث لها 3 قيم. القيمة الاولى راح ابعث لها هي اللي هي سترينج، راح اسميها النيم، راح ابعث لها قيمة الاخ اللي هي الانتجر واسميها الموديل. القيمة الثالثة راح تكون السترينج راح اسميها الكار. فبالتالي هذا الكونستراكتر من راح اعمل ان الاوبجكت مالتي، هذا الكونستراكتر راح يشتغل بشكل مباشر تلقائي من حاله. فهذه القيم انا ما راح ابعث له قيم، هاي القيم راح تنطي القيمة مالتها لهاي المتغيرات. فبالتالي انا ايش راح اعمل؟ راح اقل هذا الاسم راح ياخذ قيمته من هذا الباراميتر، فراح اجي اكتب نيم يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا هذا النيم. فراح تلاحظون هوني انه صار عندي نيم وصار عندي نيم، وهوني نيم وهوني نيم. زين ايش راح يفرق البرنامج بين هذه وبين هذه؟ الحل هوني اذا كتبناها بهاي الطريقة فاعتبر لي هذول الاثنين هي هذه، يعني مهما كتبته هوني وكأنما انا عرفته متغير اكس وعد اقول له اكس يساوي لنا اكس، بل حالك ايش ما استفاديته؟ ليش؟ لان هو ما عم يعرف او ما عم يقرا المتغير اللي خارج الكونستراكتور، عم يقرا فقط المتغيرات اللي بداخل البارامتر. ليش؟ لان اثنين من نفس الاسم، بس انا لازم اميز اقول له هذه القيمه تختلف عن هذه القيمه. فبالتالي اذا انا اريد اصل للبغه المتغيرات اللي خارج الكونستراكتور لازم اسبق كلمه نيم ب this دوت نيم. بهاي الحالة ايش صار؟ انا عاد اقول له النيم هذا القيمة مالته ياخذها من النيم اللي هو هذا اللي بداخل الكونستراكتور. فانا فرقتهم بهاي الطريقة، انا عاد اقول له البغة لازم اسبقها بذس ياخذ قيمته من الجوة اللي هي النيم. كذلك الحالة راح اعملها مع الموديل والكلر، راح اكتب ايضا this dot model يساوي لنا الموديل، و this dot color راح يساوي لنا الكلر. فبهاي الحالة أنا أعطيته تفرقة بين هذول البغة عن هذول الجو. إذا تلاحظون هسه صار عندي خلل، الخلل وصف صار الخط هون على هذول الأقواس، راح أجي وأحذف هذول القيم اللي هي كار واحد، القيم اللي أعطينا إنه هي راح نعمل هذول حاليا كومنت ما نحتاج نشغل. اذا راح تلاحظون الاخطاء مالتنا، اشو راح اعالج هسه هاي الاخطاء بما انه هذا عبارة عن مثل ما قلنا فانكشن. فبالتالي انا من اجي واستدعي الفانكشن بهذه الطريقة غير ابعث له القيم اللي بداخله، فبالتالي انا عندي 3 قيم فراح ابدي ابعث له هذه القيم. القيمة الاولى هي عندي النيم، فحاجي اكتب هوني البارامتر الاول اللي هو قلنا نيسان، البارامتر الثاني الموديل مالته اللي هو راح يكون 2010، اما البارامتر الثالث اللي هو الكلر هو راح يكون ريد. فبالتالي انا عملت الاوبجكت مالتي بهذه الطريقه واعطيتونه مباشره كل انواع المتغيرات، فما احتاجت انه اكتب كار واحد دوت نيم كار واحد دوت موديل وهكذا. راح اجي على الكارت واعمل عليها نفس الحالة، راح اجي اكتب هوني مثلا BMW الموديل مالتها 2020 واللون مالتها راح يكون بلاك. فبهاي الحالة انا اختصرت كتابة 3 كودات اللي قدام. فاذا اريد اجي اطبع ايضا القيم مالتها بنفس هاي الطريقة نلغي منها من الكومنت ونبدي نشتغل.
فمن راح اشغل راح تلاحظون انه مباشرة اعطاني نفس القيم لسان في انه اشغل ثريد مباشرة عن طريق الكونستراكتر. اذا انا عملت الكونستراكتر ما راح يطلع لي هوني، ما راح احتاج انه اجي اكتب ليت او اكتب غير شيء. ليش؟ لان الكونستراكتر هذا راح يكفل لي بموضوع اعطاء القيم للمتغيرات. راح نجي على طريقة ثانية هسه، انه احذف منه كلمة ليت. من راح اشيلهم واعرفهم انه بهذه الطريقة، راح تلاحظون اني هوني صار عندي خطأ. انا عندي حاليا طريقة ثانية انه اعبي المتغيرات بشكل مباشر بدون الحاجة لأن أستخدم this dot name this dot model. راح أجي أنا أحذف هذولي، وراح أحذف أيضا الأقواس هاي. هذولي اللي هوني أيضا أنا راح أجي وأحذفهم. يعني أنا حاليا رجعت الكونستراكتر عملت له فارو. إيش راح أخلي بداخله؟ راح أخلي بداخله الأقواس المعقوفة. داخل هاي الأقواس راح أجي أكتب required this dot color، وأجي أكررها نفسه بالضبط required this dot name و required this dot model. أنا بهاي الحالة من عملتوها اختفى عندي الخطأ اللي موجود هوني، واختفى الخطأ اللي كان تحت كلمة كار. زين، هاي العملية ايش راح تعمل يمي؟ راح تلاحظون انه الخطأ صار عندي وسط، صار عندي جوا. هذه طريقة ثانية لإعطاء القيم، واللي هي الطريقة اللي راح نستخدمها بكثرة مع فلتر. هاي الطريقة ايش فرقت؟ هسه اذا اجي وامسح كار 2 ما راح احتاجه حاليا، راح تلاحظون ان الاخطاء ظهرت على القيم. ليش؟ نمسح هذول القيم. الكار حاليا صارت تمتلك named parameter، يعني اذا حجي ادوس على كنترول وسبيس راح تلاحظون انه عطاني 3 خيارات، اللي هو بالبداية الكلر، يعني لون السيارة ايش راح يكون. لون السيارة راح يكون احمر. الثاني راح يكون الاسم، فبالتالي راح اكتب مثلا النيسان. واخر واحد راح يكون الموديل، ولاحظوا انه موديل اسم المتغير معاها نقطتين، بعدين القيمة من المتغير هون. راح اكتب انا 2010. من اجي اشغل هساتا ما اختلفت عندي الوضعية، راح يشتغل نفس الشغل اللي شغلناه قبل شوية، ايضا اعطينا له كل القيم. ولكن هاي هي الطريقة الدارجة بالشغل مالتنا، وهاي طريقة جدا جدا مهمة. واضحة؟ استاذ ما اعرف، تمام. راح اسالك سؤال يمكن هو بديهي، ما اعرف يعني يعني حتى الان ما افتهمت الانتجر اكس يساوي 23، يعني ضروري نحن لا لا بداية كل مين لا لا نكتب لا 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 ما ضروري، هاي بس مجرد مثال حتى أدققكم شلون أقارنكم هو مع تعريف الأوبجكت. نفس الشيء، امسحها ما مشكلة. اوكي زين استاذ، سؤال ثاني تمام. واعذرني يعني هم يمكن سؤال بديهي، نحن ليش المين عم نخليها ورا الكلاس؟ نحن دائما قلنا المين يعني هي اول شيء، ولا نحن الكلاس هم نسوي له استدعاء حال حال بقية الدوام؟ ما عندنا اي مانع تخلي المين فوق او تخلي المين تحت. بلغة الدارت ما مهم الترتيب هوني بين الكلاسات وبين الفانكشنات، الترتيب ما مهم، تخليها قبله تخليها بعده، الامر يعود لك. واضحة؟ استاذ واضحة لي حاليا، بس سؤال لاخ واعذرني يعني عدست كثير تمام. استاذ. هسه نحن اول طريقة ليش استغنينا عنها، وثاني طريقة هاي ريكوايرد هي نفسها نستخدمها بالمواقع من يطلع لنا ريكوايرد يوم نجمة حمراء. لا لا، هذيك تختلف. هاي الريكوايرد هاي خلف الكواليس، يعني هاي النجمة الحمراء هاي لليوزر، حتى نقول انه هاي الخانة ضرورية انا احتاجها منه. بس بينما هوني الريكوايرد عتسهل علي الشغل من هاي المكانات. كلمة ريكوايرد هاي الكلمة بالذات هي اللي عتخلينا نستغني عن كلمة ليت اللي موجودة بالنيم.
هسه انا كتبتوها ليت ولا ما كتبتوها ما راح تفرق يمي، بس كلمة required اذا ما انا ما ضفتوها فبالتالي راح يطلع لي عندي مجموعة من الاخطاء اللي هي الخطأ الموجود هون. يعني اقول لك انه النيم لازم تكون required، فلازم اخلي كلمة required قبل النيم. كلمة required هي هتخليني استغني عن هذوك الكلمات، هي باختصار يعني. فهاي الطريقة هي هسه اللي راح استاذ نستخدمها بشكل كلش كلش كبير بفلتر. استاذ صارت واضحة، عاشت ايدك. تمام، تفضل. استاذ حارث، يعني الفائدة من ريكوايرد انه نحن نطيق انه ما يعني انه ايش اقول لك، انه ما نتحدد انه كلر نكتبه اول شيء النيم، عادي النيم نكتبه بالكلر بالاوبجكت نستدعي بالمين. الفائدة من الـ required انه هذا المتغير الـ name او المتغير اللي هو الـ color او الموديل وحدة المنم اي وحدة كتبنا عنه الـ required، هذا المتغير من الضروري جدا انه انطينه القيمة. اذا هذا اذا وحدة من المتغيرات كانت اختيارية، يعني بكيفي انا اما انطيها القيمة او ما انطيها القيمة. اذا تتذكرون بداية المحاضرة قلت لكم على علامة التعجب او علامة الاستفهام، العفو، علامة الاستفهام هتقول لي انه هذا المتغير ممكن يكون فارق، يعني ما بالضروري انه انا املينه. بهاي الحالة انا اطيق استغني عن كلمة required، ليش؟ لان هذا المتغير ممكن يكون فارق. هسه اذا اجي على هاي على هذول المتغيرات اللي هوني وجيت انا حذفت الكلر منه، راح تلاحظون انه ما ظهر لي اي خطأ، ما عندي اي اخطاء. ليش؟ لان الكلر اللي انا ضفتونه هو انا عاد اقول له بالكلاس انه هو ممكن يكون فارق، فما من الضروري انه انا واجي انطي قيمته مباشرة هون، فالامر يعود لي. في حال انه كتبته عن name required فانا بهاي الحالة مجبور انه اخلي النيم، وسأت اذا واجي احذف النيم راح تلاحظون راح يصير عندي مباشرة خطأ. واذا ترجعون تعينون على الكارت وترجعون الخطأ عيقلكم the named parameter اللي اسمه name، البارامتر اللي اسمه name is required اللي هو ضروري انه انا اخلينه. ليش؟ لان عرفتوا انه required، فبالتالي انا مجبور انه اجي هوني اكتب نيم وانطي له القيمه نيسان او اي قيمه تريدون. فاي واحد اعرفه required انا مجبور اخلينه مع تعريف الاوبجكت. واضح؟ واضح عشت ايدك. هو انا انه قصدي انه يصير نكتب المودل قبل، يعني ما شرط انه نفس ما عرفناهم فوق بالتسلسل نكتبهم بالضبط، قبل ما شرط، ما عدنا بالكونستراكت. اي شرط، لان هذول اذا نريد نعمل نيمت بارامتر، ولاحظوا هذا نيمت بارامتر اللي هي بارامترات مسمات اللي انا عاد اقلل الموديل هي 2022 2020 2010 عفوا، والنيم نيسان وهكذا. انا عاد اعملها نيمت، يعني انا عاد انطينه هي بالاسماء، ما عاد انطينه هي بالمواقع، من اول موقع هو الكلر، ثاني موقع نيم، لا لا، انا عاد انطينه هي بالاسماء، هو يعرف انه هذا خاص من هذا البارامتر وهكذا. العملية هذه لازم أخلي عليها أقواس المعقوفة، لأن الأقواس المعقوفة هي اللي تعمل لي هاي الخاصية. وأكو فقرة اللخ راح تكون مهمة. على سبيل المثال أنا أريد أخلي وصف لهذه السيارة، وصف السيارة راح أعرفه كسترينج وراح أنطينه تكست، بس هذه أنا راح أخلي قبله ليت. بهاي الطريقة ايش ممكن اخلي هاي التكست ضروري انه انا اخليها اول موقع، يعني انا هذول هسه كلتهم عاد انطيهم اسماء وعاد ابدي انطي قيمة. زين اذا انا اغيد اول باراميتر لازم يكون للتكست، او خلي نسميه التايتل بشكل اوضح، اللي هي مثل ما نقول وصف السيارة او عنوان السيارة وهكذا. اذا انا اريد اخلي هذا الضروري يكون اول واحد، فباي الحالة انا راح اخرجه خارج هذه الاقواس وحقول له وحكتب به هوني this dot title واخلي الفائزة. بهاي الحالة ايش صار عندي؟ بهاي الحالة انه انا انجبرته انه اخلي اول موضوع يكون title، وبعدين ابدي بالنيمت بارامتر انه انا ابدي اسمي وانطي القيم. هاي الحالة ايش راح تصير عندي؟ راح اخلي هوني بالبداية فارزة، وقبل الفارزة راح اخلي مباشرة هذولي وابدي اكتب حي الله شيء اريده. بس لاحظوا الفرق اللي صار يمي، الفرق انه اول واحد لان انا خرجتونه خارج هذه الاقواس
ايش صار؟ صار بوزيشنال، والبوزيشنال انا ما اعطيه اسم، مباشرة اكتب له القيمة، هو راح يعرف انه اول موقع خاص بهذا المتغير، وراح يعرف انه البقية راح يكونون نيمد. النيمد يعني مسمات، فبالتالي انا بعده راح ابدي انطي اسم وقيمة، اسم وقيمة، ولكن اول واحد انا انجبرته انه اخلي له القيمة بشكل مباشر، وهذه راح نستخدمها بوحدي من الويدجتس الخاصة بفلتر، وهي بحالة جدا ضرورية. واضحة كلتها إلى حد الآن؟ أكو أي سؤال على الكلاسات؟ استاذ اخير واحد تايتل استاذ، يعني دائما اعتقد يصير اوبشنال، لان احنا من نخليه اوبشنال راح نطلب الباندا خيار يكتب اللي يعجبه، لو يستخدم القيمة، غير استخدام. القيمة مالته هي اوبشنال، يعني انه انا اعطيه القيمة هاي شيء بكيفي، بس انه خليتونه بالبداية وما خليته عينه ريكوايرد. بس انا رغم انه انا ما خليته ريكوايرد الا انه لازم اعطيه قيمة، ليش؟ لان الريكوايرد تستخدم داخل هاي الاقواس فقط. اذا جيت وكتبت اي هون الريكوايرد راح يطلع لي خطأ، ماكو ريكوايرد خارج هاي الاقواس، فبالتالي انا راح اكتبها بدون required، وراح تعتبر هي من الاساس required ضرورية. زين استاذ، السؤال الاخير ماكو زحمه، تمام. اذا اردت اخليها اخير وحده ورا الموديل، يعني ورا القوس مع الموديل، اكتب يعني اخليها. اذا تخليها اخر وحدة ما راح يصير عندك صح، يعني ما راح يتقبلها لهاي الحالة، اللي هو ما راح يعرف انه هذه هي فعلا اخر وحدة. يعني انت عندك هذه named، فبالتالي انت لازم تعبيهم كلهم او تعبي نصهم، هو ما راح يعرف امتى عبيتهم كلهم وامتى عبيت نصهم. فهاي الحالة تصير فقط في حال كان this.title خليته بالبداية وليس بالنهاية، فهذه راح تفرق يمك، لان هو راح زين يعرف انه استاذ، اول موقع هو بالتايتل، بس اخر موقع ما راح يعرف انه هاي التايتل ولا لا، لان اخر موقع ممكن يكون ثالث واحد، ممكن يكون خامس واحد، وهكذا. زين اذا بدنا نخليها بالاخير اكو غير طريقة غير الليت؟ الليت اذا انا اجي اشيله من هوني عادي اشيله، مو مشكله. اكو غير يعني نخليها بالاخير، يعني اذا استغيت نخليه بالاخير، يعني اكو طريقة ولا ما التعريف اكو؟ هاي التايتل، لا لا ماكو طريقه، ايه ها اوكي. هذا حاليا اللي يخص الكلاس والكونستراكتور. بالاخر فقره انه انا استعرفت الاوبجكت واعطيته انه هاي القيم، في حال غدت بعدين اغير وحدي من هذه القيم فسهل لي، بس مجرد اكتب كار واحد مثل ما كنا نستخدم قبل شوية دوت، وبعدين نستخدم وحدي من هذول المتغيرات، مثلا الكلر اغير اللون مالته، فانطيها بدال الاحمر، او انا ممكن ما اعطيته قيمة، راح انطيها هسه القيمة مالته اللي هو بلاك، فماكو اي مشكلة انه انا اعطيته القيمة هون ورجعت وغيرته جوا، ما عندي اي مشكلة بيه. راح تلاحظون اسم اللون مالته هو بلاك، تايتل انا ما كتبته لانه ما طبعته، بس عادي انت مستخدم التايتل معاه. ريم شنو نستخدمها اذا عملنا التطبيق؟ من نصل هاي الفقرة راح نستخدمها كثير، لان هي الويدجتس راح نجي نكتب نحن اسم الويدجت، وبعدين راح نجي نكتب نحن الصفات مال هاي الويدجتات، راح نجي نشرح اشي الويدجت واشي فلتر وشو نتعامل معاها ان شاء الله على المحاضرة الجاية. راح نجي حاليا على الفقرة مال inheritance. إذا عندي مثلا أكثر من كلاس، ما كلاس واحد فقط، راح نمسح حاليا كل اللي عملناه، راح نعمل كلاس ثاني. الكلاس هذا راح أجي أكتب كلاس وحسمينه person. الكلاس person يعني الكلاس الشخصي، يعني راح يحتوي على مجموعة من الأمور. الأمر الأول اللي هو string راح يكون الاسم مال الشخص، راح يكون أيضا يحتوي على الإيميل مالته، وآخر متطلب اللي هو ال age. عندي هذول الثلاثة بشكل طبيعي لازم أمليه، راح أعمل الكونستراكتور مالته، والكونستراكتور يكون نفس اسم الكلاس، راح أفتح هذول الأقواس، وبالنهاية راح أخليه سيمي كولون. هسا المطلوب من عندي إنه أنطي هذول القيم مباشرة من الكونستراكتور،
فنفس الطريقة راح أجي هوني بداخل الكونستركتور، راح أخلي هذول الأقواس وأجي أكتب required this dot عفوا this dot name، وأجي أنطيه باقي الأمور this dot email، وآخر واحد this dot age. عدته حاليا لكلاس بيرسون وأعطيته إنه هاي القيم وهذا الكونستركتور مالتي. راح أجي هسه بداخل المين، ممكن إنه أجي أعمل بيرسون اللي هو نفس اسم الكلاس، بعدين أنطيه مثلا الاسم مالته راح أسمينه هالمرة OB1، والاسم اختياري يعني كيفكم يسمونه. أجي أكتب أيضا بيرسون، أفتح هذول الأقواس. هسه حتى لازم أبدي أنطي القيم مال نيم الأيج الإيميل وهكذا. فبالبداية راح أجي أنطيه مثلا النيم مالته، راح أكتب عمر، بعدين راح أجي أنطيه الأيج راح أقول له إنه هو 22، وآخر شيء الإيميل مالته راح يكون عمر@gmail.com. أعطيته إنه كل القيم وبشكل طبيعي، واجي ايضا اطيق طباعه، واجي اطيق اعمل بها اي شيء اغيده، اغير القيم مالته، استخدمها بغير مكانات وهكذا. هسه اذا انا اريد اعمل كلاس ثاني، انا بامكاني انه اعمل 100 كلاس، يعني الامر يعود لكم. فبالتالي راح اجي اعمل كلاس ثاني، وهذا الكلاس راح اسمينه ستيودنت. الكلاس ستيودنت هاي المره راح يحتوي ايضا على نفس هاي المتغيرات، يعني ايضا راح اجي اكتب عليه سترينج نيم وهكذا، راح يحتوي ايضا على نفس الكونستراكتر، بس الكونستراكتر مال ستيودنت راح يكون اسمه ستيودنت وليس بيرسون. فكل كونستراكتر مال الكلاس يكون اسم الكونستراكتر بنفس اسم الكلاس. فتلاحظون انه كلاس ستيودنت هو يشبه الكلاس بيرسون، بس ليش ني كلاس ستيودنت راح يحتوي على معلومات اضافيه. المعلومات الاضافيه الخاصه بالستيودنت راح تكون مثلا الاي دي مال هذا الطالب، فبالتالي انا حاجي اكتب الاي دي مالته. الستيودنت ايضا من نجي نستخدمه يحتوي على قائمة بالدرجات، فممكن اعمل مثلا ليست خاصة بالماركس، ويحتوي ايضا على اكثر من شغلة انا ممكن اضيفها بداخل الستيودنت. بس الفرق اللي عندي ايش راح يكون؟ الفرق انه انا عندي الستيودنت يحتوي على المتغيرات، هاي المتغيرات موجودة بالاساس بالبيرسون، فليش انا اجي واجي اكتبها من جديد وادوخ نفسي واكتب كل هاي الامور؟ انا عندي اختصار لها انه اعمل وراثة واقول له يابا كل شيء موجود بالبيرسون خلينه بداخل الستيودنت. بهاي الحالة انا ما راح اضطر ان اعيد تعريف المتغيرات. اذا اجي هوني هسه وكتبته كلاس ستيودنت، راح اجي اكمله، راح اقول له اكستند من منو؟ من البيرسون. فهاي ايش صار؟ قال انه هذا هذا الكلاس وكانما صار كلاس الاب، بينما كلاس الستيودنت صار كلاس الابن. فبالتالي كل شيء موجود بالبيرسون اطيق اصله من الستيودنت. ايش وفرت لي هاي الحاله؟ وفرت لي عدم كتابه هذه المتغيرات. ليش؟ لان المتغيرات الموجوده بالبيرسون راح تنعطي للستيودنت بشكل مباشر، فما راح احتاج انه ايضا اكتب هذولي هوني، هذولي هوني هم راح امسحهم. راح اجي اكتب بهذول الاقواس المتغيرات اللي عندي بالكلاس فقط، راح اجي هوني واجي اقول له required this.id و required this.mark. بس هوني ايضا راح تطلع لي مشكله. المشكله انه من راح اخذ ان المتغيرات من الكلاس بيرسون؟ انا المتغيرات النيم اللي عندي والايميل والايج هذول كلهم متغيرات من الضروري جدا انه انا اعطيهم القيمة. يعني هسه من راح اجي انا اعمل الاوبجكت مال الكلاس، مال الكلاس ستيودنت، الكلاس ستيودنت هياخذ المتغيرات من البيرسون، البيرسون بينه هذول المتغيرات ضروري انه انا اعطيهم. فبالتالي كلاس ستيودنت ما دام ياخذ المتغيرات من البيرسون، فمن الضروري جدا انه يملي له النيم الايميل والايج. فايش راح اقول له من الضروري تعمل هالشكل؟ راح اجي هسه بالنهاية هوني عندي طريقة، اذا راح تأشرون بس على الستيودنت على مكان الخطأ هو راح يعلمكم الطريقة. فراح يقلكم انه تخلون نقطتين بعدين سوبر تبدون تملون المتغيرات، فراح نرجع نكتبها من جديد. بعد هذول الاقواس
راح تخلون نقطتين، بعدين راح اكتب كلمة سوبر، الكلمة هاي ثابتة. راح افتح هذول الاقواس، وهذول الاقواس وكأنما انا عاد استدعي هذا الكونستراكتور، فبالتالي راح ابدي امليه القيم. القيمة الاولى اللي هي الايميل، فراح اجي اكتب الايميل وراح يكون اي شيء انا اريده. هاي القيمة راح اخليها هالشكل بس حتى نفهمها، بس بعدين راح اغيرها. القيمة الثانية اللي هي الايج، والقيمة الثالثة اللي راح تكون النيم، واخر شيء راح نخلي السيمي كولن. بهذه الطريقة كلمة سوبر خلتني انه انا ابدي املي المتغيرات كلها، بالتالي راح الخطأ اللي عندي. ليش راح؟ لان هذه المتغيرات كلهم عبارة عن required، وبما انه انا استلمت كل شيء موجود بالبيرسون خليتونه بالستودنت، فبالتالي مجبور انا انه اتعامل بالريكوايرد وابدي انطينه كل القيم. هسه اذا اجي واعمل اوبجكت من الكلاس ستودنت، راح امسح هذا الموجود هون وحروح المين، راح اجي اكتب انا ستودنت. نوع المتغير او نوع الاوبجكت راح يكون من ستودنت، راح اسمينه اوبي واحد نفس ذاك، بعدين راح اجي اكتب ستودنت. راح افتح هذول الاقواس، بداخل هذول الاقواس انا ايش كان اعطيته ريكواير؟ اعطيته ريكواير للاي دي والمر. راح اجي هوني انطيله الاي دي مالته 2290 على سبيل المثال، والمارك مالته عبارة عن ليست، لان المارك مالته ايش عرفتوها؟ عرفتوها ليست. فمن راح انطيها القيم، راح انطيها القيم على شكل ليست، راح انطيها الدرجات مالته مثلا 12 34 55 وهكذا، تنطوها القيم شيء اللي انتم تريدونه. زين، اذا حاليا انا ستيودنت جبت النيم الايميل والايج مالته من البيرسون، بس بالاوبجكت انا ما اعطيته من الاسم، واذا اريد ادخل الاسم مالته فهو بالاساس مدخل وهو عمر. واذا اجي حاليا واقول له يابا اعمل لي برنت للاسم مال الاوبجكت اوبي واحد دوت نيم، ايش راح يصير؟ راح يطبع لي الاسم منه، راح يطبع لي الاسم مالته عمر. ليش؟ لان انا اعطيتوني الاسم عمر. زين، بلكي انا اريد اغيره. بهاي الحالة انا عندي طريقة انه اقول له الاوبي واحد دوت نيم ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي علي. بهاي الحالة راح يتغير الاسم مالته ويصير علي. زين، انا بلكي اريد اخلي القيمة، القيم هذول الثافي الموجودين هوني انطيهم مباشرة من هذا المكان. بهاي الحالة راح ابدي اخلي هوني ثلاث متغيرات. المتغيرات هي اول واحد ايش راح يكون؟ string name. ثاني واحد راح يكون string email، واخر واحد راح يكون integer age. ايش عملت بهاي الحالة؟ اذا تتذكرون قبل شوية التايتل اللي انا خليته، صاروا هذول الثلاث متغيرات اللي بالبداية positional، يعني انا لازم من اجي انطيهم القيمة، انطيهم القيمة بشكل مباشر من هوني، ما راح اسميها. زين، هذول المتغيرات اللي انا كتبتهم هسه، ايش الفائدة منه؟ راح اجي هسه على السوبر، السوبر اللي بالنهاية، بدل ما راح ابدي اكتب له هذه ايميل وبدي اعطيتونه انا من عندي، انا عندي هون متغير سترينج ايميل، فالمتغير هذا راح ينطي قيمته من هون، فصار هذا المتغير اللي هو سترينج ايميل، خلينا نرتب شوي بس الفورمات، السوبر صار جوا بس ما عملنا اي شيء جديد. هذا الايميل انا كنت اعطيتونه قيمه، اخذ القيمة من، اخذ القيمة من سترينج ايميل اللي عرفته انا بالبداية. الايج هذا بدل ما انطينه 23 راح انطينه القيمة من انتجر ايج اللي عرفته هوني. كذلك نفس الحالة على سترينج نيم، راح اجي اخذه بدل ما اكتب هوني عمر راح اكتب هوني نيم. فبالتالي القيم اللي راح اعبيها انا بالبداية هذول الثافي، من راح ياخذهم؟ راح ياخذهم السوبر، مباشرة يعطون القيمة للسكيورتي. راح تلاحظون انه صار عندي هوني مشكلة،
المشكلة هذه أنه عقل لي أنا عندي 3 positional arguments، 3 متغيرات لازم أمليهم، وهذه المتغيرات يكونون موضوعيين يعني بالبداية، فبالتالي أنا حجي بالبداية أش راح أكتب؟ راح أكتب النيم، هذا الأوبجكت الاسم مالته راح يكون محمود، الإيميل مالته لأن الإيميل كتبه ثاني مكان، فبالتالي الإيميل مالته راح يكون محمود at gmail.com، وآخر واحد ايش راح يكون؟ العمر اللي هو 22. بعدين راح أبدي أملي بالنيمز، بعدين راح أبدي أنا أقول له يبقى الاي دي مالته كذا، المارك مالته كذا، بس أنا هذولي ما قلت له الايج مالته كذا والايميل، ليش؟ لأن أنا عرفتوهم قبل الأقواس المعقوفة، فبالتالي هذولي ايش صاروا؟ صاروا موقعيين، لازم أكتبهم حسب الترتيب مالته. هسه اذا اجي احذف التغيير مال الاسم وابدي اشتغل، راح تلاحظون ان الاسم الاوبجكت صار محمود. فهذه طريقة من الطرق انه انا اتعامل معها مع ايش؟ مع السوبر. اكو طريقة ثانية، هذه الطريقة راح تكون اسهل شوية بالتعامل، اللي هي ايش راح تكون؟ بدل ما انا اجي اكتب هوني سوبر وافتح الاقواس وابدي انطي متغيرات مال الكونستراكتور الفوق، الطريقة هي راح امسح انا السوبر من هوني، وراح امسح ايضا هذولي البارامترات. وضعيتي على هاي الحالة يعني بدون اي اضافة، فهذه المتغيرات الريكوايرد هي عبارة عن هذول المتغيرين فقط. حتى اضيف انا المتغيرات اللي موجودة فوق، راح اكمل بداخل الاقواس المعقوفة، ايش راح اكتب؟ راح اكتب required، بس ايش راح اكمل؟ ما راح اكتب this، راح اكتب super dot. طلعوا لي المتغيرات الثلاثي مال person، راح اقول له age، راح اقول له ايضا مرت الاخ required super dot email، بعدين required super dot name. بهاي الحالة ايش صار عندي؟ وكأنما استخدمت this، ما راح تفرق يمي، بس الفرق كلمة سوبر راح توديني على الكلاس الاب اللي هو مال بيرسون، بس كلمة this راح توديني على الكلاس student اللي هي داخل الكلاس. اذا الفرق بيناتهم this تشتغل لي داخل الكلاس، والسوبر تشتغل لي للكلاس الموروث منه. هسه اذا اجي هون بداخل الشغل مالتي راح امسح كل شيء، من حجي هوني واجي ادوس على كنترول سبيس، راح تلاحظون انه قام يظهر لي كل التيم نيمز، يعني النيم والايج الايميل ما حيكونوا موضوعيين وانما راح يكونوا متسمايين. وحجي اكتب البداية الاسم مالته راح يكون مصطفى، الايج مالته 25، الايميل مالته راح يكون مصطفى @gmail.com، اتكم المارك راح يكون ليست ما حاعطيه حاليا فارغه، واخر شيء الاي دي 2290. فبالتالي انا ايش صار عندي؟ صار عندي كل تم نيم، وهاي الطريقه هي اسهل طريقه موجوده، اللي هي سوب ريكوايرد سوبر دوت ايميل ريكوايرد سوبر دوت نيم، والمتغيرات اللي داخل الكلاس نستخدم ريكوايرد ذس دوت اي دي، وهكذا. واضحه؟ ريم فرض هاي المعلومات لطيدة ما من أول كلاس، نعمل الاكستند. ما فهمت صراحة. ممكن إذا ممكن أعيد تعريف المتغير أنا بداخل الستيودنت، ما عندي مشكلة. وإذا أعيد تعريف المتغير ف راح أضيف واحد جديد لها، فبالتالي راح أجي أكتب هوني required this dot name. ليش؟ لأن عندي هوني name وعندي هوني name الأخ، فبالتالي أنا مجبور إنه وحدي من النيم أخليها this حتى أملي بيها هذا، والنيم الثانية اللي هي هذه أخلي لها super حتى أشني أوصلها للفوق. بس أنا ما دام أخذت عملت له extend من هذا ال person، خ
خلص انا لازم اعمل. وبالنسبة اذا قصدك انه اجي عندي كلاسين او الكلاسين او رثم هوني، لا انا الكلاس ستودنت او رثو لواحد فقط، ما يصير ياخذ اكستند من كلاسين، ياخذ اكستند من كلاس واحد فقط. تمام، اكو اي سؤال ثاني؟ أستاذ تفضل أقدر أسألك؟ تفضل. أستاذ هسه نحن أنت عاد تنطي المتغير يعني كمحمود كمصطفى، زين نحن شلون نقول له هي مجهولة ولازم شخص يجينيها؟ يعني نحن لازم شلون نقول كل شيء مجهول بلى، وشخص هو يجي من هاي القائمة، خلي بهاي بالبداية، الحالة شلون نسوي؟ أضيف المكتبة اللي قلت لكم عليها، اللي هي مكتبة إنه نخلي المستخدم يدخل بيده. هاي أول شيء ضفنا المكتبة. راح أجي هوني بداخل المين، راح أعرف متغير اللي هو string name. إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي إدخال المستخدم، يعني أنا راح أقول للمستخدم إنه دخل لي قيمة. فبالتالي راح يكون النيم إيشني؟ std in dot read line sense. راح اخلي هوني علامة التعجب. فبالتالي القيمة اللي راح يدخلها المستخدم راح تنحفظ بداخل المتغير نيم، وبدل ما راح اكتب هوني مصطفى راح احذفه، راح اكتب بمكانه اسم هذا المتغير. فبالتالي اي قيمة راح يدخلها المستخدم راح تروح مباشرة على البارامترات. فقبل ما يدخل المستخدم انا راح اقول له هوني print، راح اعطيه رسالة enter your name. من راح اجي اشغل الاسم اللي راح ادخله مثلا حارث، راح تلاحظون انا عندي هوني طابع بالاساس الاسم، فصار الاسم مال هذا الاوبجكت هو حارث. اطيق اكرر العملية على اكثر من مرة، راح اقول له print enter your email. وهون ايش راح اعمل؟ راح اعمل متغير الاخ الخاص بالايميل، راح ياخذ ايضا stdin dot read line since، وعلى نفس الحالة بدل ما انا ادخل الايميل مالتي، بدل ما ادخل الايميل هذا راح احذفه، راح اخلي المتغير اللي انا سميتونه ايميل اللي هو هذا المتغير شلته خليته مكانه القيمة. فبالتالي اي شيء راح يدخله المستخدم خذ الاسم المتغير مالته وخلينه بالقيمة مال البارامترات. تمام، تمام أستاذ، شكرا. نحذف حاليا. هذا كل ما يخص الانهيرتنس. اكو اي سؤال ثاني عليهم؟ شكرا أستاذ. تمام. هسه انا عندي هذول الكلاسات موجودين، خلصنا نشاط الانهيرتنس، خلينا نمسحهم ونمسح هذا كله. حاليا انا عندي الكلاس بيرسون، على سبيل المثال راح نمسحهم هذول كلهم. إذا تتذكرون حكينا على الفرق بين الكونست وبين الفاينل. الكونست اللي هي إذا غدت أعرف متغير وأعطيني القيمة مباشرة، القيمة تثبت فأخلي كونست. ليش؟ لأن القيمة أعطيتوها مباشرة مع تعريف المتغير. بينما الفاينل أنا ممكن أخلي المتغير فارغ وأعطيني قيمته بعدين، بس مثل ما أعطيني القيمة خلاص تثبت ما تتغير. فبهاي الحالة أنا بدل ما أجي أكتب الليت مالتي اللي قبل شوي كتبتوها، راح اكتب بهاي الحالة final. كلمة final انه انا راح تسمح لي انطي هاي القيمة بعدين. وايضا راح ارجع اكتب انا الكونستراكتر مالتي، خلينا نرجع نكتب نعيد الكونستراكتر. راح اجي اكتب هوني final. كتابتي لكلمة final تمنع اسم المتغير هذا من اعادة التغيير. انا قبل شوية عملت الاوبجكت وغيرت الاسم مالته، بس من اكتب الفاينل وبعث له القيمة هذا ما بعد يطير، خلص الاسم ماله ثبت. فهاي الفاينل تقدر نستخدمه هوني، وما اطيق استخدم بهاي المكان كونست، لان الكونست لازم انا انطيله القيمة مباشرة من هاي المكان. واذا اعطيتوني القيمة
بالتالي أنا ما أطيق أستخدم الريكوارد وبدي أنطيهم قيم هون، فبالتالي استخدام الكونست أساسا بهاي المكان خطأ، فشالوها ويستخدمون هون الفاينل مكانها. على سبيل المثال أنا عندي متغير، هذا المتغير ما أريد اليوزر يوصل له من المين، يعني أنا ما أريد أصله من المين، بخلي هذا المتغير خاص بهذا الكلاس وأغير قيمه وأصل لهذه القيم عن طريق دوال. أطيق أعرف المتغير، خلينا نمسح هذا ونمسح هذول كله، راح أعرف متغير واحد فقط راح يكون late string name. المتغير هذا النيم إذا أنا أريد أخلينه private يعني يكون خاص بهذا الكلاس ما تقصله من المين، فقبل اسم المتغير أخليه underscore، فالunderscore تنحط مع الاسم مالته، فبالتالي هذا المتغير صار متغير private وما ممكن إنه أصله من خارج المين. زين أشياء ممكن أنطيه له قيم، أشياء ممكن أتعامل معه. فإذا أجي حاليا داخل المين أجي أكتب person وأنطيها أي اسم وأكتب person مرتبط، من أجي أكتب dot name وأبدي أنطيه القيم، هاي القيمة ما تنطينه هي بشكل مباشر، هاي أنا من أعرف المتغير أخلي قبله underscore راح أعتبر إنه هذا المتغير هو خاص بالبيرسون، في التعامل معانه ما يكون هكذا التعامل، يكون التعامل عن طريق دوال اللي هي الفقرة اللي هسه احنا فيها. هذا الكلاس أنا أطيق أخلي بداخله دوال أيضا غير دالة الكونستراكتر، هاي الكونستراكتر وحدي من الدوال الضرورية بداخله، بس دوال استثنائي أنا أريد هذا الكلاس يقوم لي بمجموعة من المهام أنا أريد أخلي له هي بعدين، فبالتالي حبدي أخلي له أول دالة اللي هي خاصة بإعطاء القيمة للنيم، هاي الدالة تكون ستر يسموها ستر. حتى أعمل هاي الدالة النوع مالتها راح يكون من نفس نوع المتغير، فبالتالي راح يكون نوع الدالة سترينج، اسم الدالة راح يكون set ومعاها اسم المتغير، فاسم المتغير هو النيم وراح أكتب أنا نيم، فيكون اسم الدالة set name معناته إعطاء القيمة للنيم. راح أفتح أقواس الدالة هذه، وأقواس الدالة راح تستقبل لي متغير فيكون من نوع string، هذا المتغير راح يكون بينه اسم name. بعدين راح افتح هذولي الاقواس، الاقواس هذولي ايش راح يكون اكو بداخلهم؟ بداخلهم قيمة النيم مالتنا راح تساوي لنا ايش؟ القيمة اللي انا بعثتوها، فبالتالي هاي الدالة راح تنطي القيمة للنيم. بما انه هاي الدالة هي عبارة عن دالة ستر، يعني انا بس مجرد عدمت القيمة انا ما مضطر انه اجي اعمل ريتورن، انا ما حستفاد من الريتورن، فبالتالي كلمة string نحولها إلى void راح نحتاجه ويصب راح نحتاجه بنوع دالة ثانية راح نرجع لكم عليها. فدالة setName هي دالة تنطي القيمة لهذا المتغير. زين إذا أنا أريد أخذ القيمة من هذا المتغير أريد أعرف قيمته، فبالتالي راح استخدم الدالة الثانية اللي هي دالة الجيتر. فأجي إيش أعمل؟ بما إنه هذه الدالة راح ترجع لي متغير راح يكون بيها نوع وليس راح ما راح تكون void، راح يكون بيها نوع، النوع مالته راح يكون string، وايش راح اسميها؟ راح اسميها get لان هي دالة getter، فاقول له get name انطيني النيم، هاي الدالة ما راح تستقبل اي متغير وانما راح ترجع لي قيمة المتغير هذا، فبالتالي راح اقول له return منه للنيم. بهاي الحالة أنا صار عندي دالتين، هذول الدوال الدالتين أنا راح أستخدمهم لإعطاء القيمة وأخذ القيمة. فمن أجي أنا على المين وأجي أكتب أوبي اللي هو اسم الأوبجكت اللي أنا عرفتونه فوق، من أدوس دوت هقول له set راح أنطي قيمة للنيم، القيمة مال النيم راح تكون علي. عندنا الأوبي كتبته اسم الأوبجكت مالتي، بعدين دوت استدعيت بها هذه الدالة اللي هي set name، فـ ob.set name
وبعثتوا له البارامتر الأول، مالته لأنه يعيد لي نيم، فبعثتوا له النيم وآخر شيء سيمي كولن. هالساعة لكن الأو بي الاسم مالته انعطى وصار علي. إذا أريد أعرف إيش قد الاسم مالته، أريد أعرف الاسم ماله إيش نهوره، فأنا عندي دالة اللي هي ترجع لي الاسم اللي هي الـ get name، فحاجة أكتب print أستدعي الدالة get name. عشان راح أستدعيها اسم المتغير اسم الـ object dot get name، فهاي الدالة وظيفتها إيش تعمل لي return للـ name. فمن أجي أشغل هالساتا راح تلاحظون إنه أعطيتونه القيمة علي ورجع لي القيمة عن طريق الـ get name. فهاي هي دوال الجيتر والسيتر. إذا أنا عندي متغير الأخ راح يكون مثلا انتجر الايج مالته، فأيضا راح أجي وأنطينه دوال ثانية، أيضا راح أنطي دالتين أخريات. هاي الدالة السيت راح يكون سيت للايج، وراح أبعث له أن الايج ينطي قيمة للايج. فايش صارت؟ صارت السيتر هي السيت خاصة للايج، الايج هذه بس خلينا نخلي قبلها اندرسكور. القيمة مال الـ age تكون integer، فترجع فيستقبل integer age وينطي القيمة للـ age. أيضا الـ getter راح يكون get age، والـ return مالته راح ترجع لي الـ age. بس الـ return مال هاي الدالة string، فلازم أغيرها إلى integer. ليش؟ لأن الـ age أنا عرفته فوق integer، فالـ return مال هاي الدالة راح يكون integer. فكل متغير انا اضيفه لازم اخلي له دوال سيتر ودوال جيتر، فبالتالي اطيق اضيف واغير من الاسم مالته. من اجي انطي له القيمه مره ثانيه بداخل البيرسن، راح اكتب obi dot set للايج مالته راح يكون 22، والبرنت راح يكون print obi dot get age، راح تلاحظون علي 22. فهاي هي دوال الستر والجيتر الخاصة. وإذا أريد أنطين القيمة من إدخال المستخدم، فأيضا مثل قبل شوية راح أعمل متغير وأخلي المستخدم يدخل هاي القيمة، وراح أخلي القيمة مكان علي وهكذا. أستاذ يعني الإنترنت راح مني ورجع، بس ممكن اعرف هذا الاندرسكور ايش؟ اخلي قبل النيم وقبل الايج. هذا الاندرسكور وظيفته انه يكون هذا المتغير خاص بهذا الكلاس، وما اتعامل معاه انا من المين مباشرة، وانما اتعامل مع هذا المتغير عن طريق الدوال اعرفه بداخل الكلاس. هاي الدوال وظيفته اعطاء القيمة لهذا المتغير، ودالة الجيتر هي سحب القيمة من هذا المتغير، يعني تنطيني تقول لي ايش قد القيمة مرته. فكل متغير انا اعرفه واخلي قبله اندرسكور اعرف له دالة ستر تنطيني القيمة، ودالة جيتر تجيب من القيمة. لكل متغير دالة ستر ولكل متغير دالة جيتر. زين استاذ، السؤال الاخ، نحن ليش عم نسوي ريتيرن وليش عم نخلي الليت؟ يعني ليش استخدمنا هنا الليت وعن نستخدم الريتيرن؟ ذكرتوها بالبداية انه الليت اذا ما اكتبه فانا لازم اعرف كونستراكتر حتى انطيه القيمة، بس اخلي الليت انه عاد اقول له هذا المتغير راح انطيه القيمة مالته بعدين. عاد اخلي هون الفويد السيت، لان دالة السيتر ما ترجع لي اي قيمة، مجرد وظيفة هاي الدالة تنطي القيمة للنيم، فبالتالي انا راح اخليها فويد حتى اشني ما تقل لي اعمل لي ريتور. وعرفت هاي الدالة سترينج لأن هاي الدالة وظيفتها ترجع لي قيمة النيم، فبالتالي عرفتوها سترينج. ليش؟ راح ترجع لي قيمة النيم، والنيم نوعه سترينج، فبالتالي نوع إرجاع الدالة هاي سترينج. بينما الأيج هوني الجيت أيج نوع المتغير مالي انتجر، فنوع الدالة هي انتجر حتى ترجع لي انتجر، يعني ما ممكن أعرف دالة سترينج وهي ترجع لي انتجر، غير مسموح هذا الشيء. زين استاد، السيت هي الدالة الاعتيادية، الجيت هي الريتيرن دائما يعني؟ بلى، دائما الجيت ترجع لي قيمة، والقيمة ترجعها هي نفس نوع المتغير، بينما السيت ما ترجع لي قيمة فأعرفه.